استراتيجيات دفاعية أوكرانية جديدة ونبرة تهديدات تزيد وتيرة المخاوف لدى القوات الروسية وتدفعها لتحصين نفسها. فبعد الحشد الأوكراني لاستعادة جنوب البلاد وتحديدا خيرسون الاستراتيجية والموانئ المحيطة بها، سارعت موسكو للتحرك، حيث نشرت تعزيزات عسكرية مكثفة في الجنوب شملت معدات ثقيلة ودبابات وعربات مدرعة وشاحنات محملة بالأسلحة والمتفجرات. كما عمدت القوات الروسية إلى تركيب أنظمة إطلاق صواريخ على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوريجيا بعد وصول ما يقارب 500 جندي روسي إلى هناك في الساعات القليلة الماضية. في الأثناء، حاكم إقليم دنيبرو أكد أن أكثر من 50 صاروخا روسيا من طراز غراد سقطت على مدينة نيكوبول المطلة على نهر دنيبرو جنوبي البلاد. كما قالت خدمات الطوارئ الأوكرانية إن عدد قتل الهجمات الروسية الأخيرة في جنوبي البلاد وتحديدا في المناطق السكنية بلغ نحو 40 قتيلا خلال الأيام الثلاثة الماضية. القوات الروسية وبسبب مخاوفها المتزايدة من فقدان السيطرة الفعلية على الميدان قامت بتوجيه ضرباتها الصاروخية جنوبي البلاد مستخدمة أسلحة عالية الدقة لتقويض البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. في فينيتسيا، وهي مدينة تقع على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب غربي كييف، قامت القوات الروسية بقصف مبنى في داخله مسؤولون كبار من القوات المسلحة الأوكرانية في اجتماع مع موردي أسلحة أجانب. المخاوف الروسية من شبح الخسارة دفعها للاستعداد للمرحلة التالية من هجومها في أوكرانيا بعدما قالت موسكو إن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في جميع مناطق العمليات.